مساء الفل، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من الحريف، والحريف اللي هنتكلم عنه النهارده هو حريف بجد، واللي مشرفنا النهارده ومنورنا واحد من العناصر المميزه جدا في الدوري الممتاز، وظهوره وطلعته في الدوري كله كان متفائل بيها. انضم لصفوف النادي الاهلي لكن ما كملش في الاهلي كتير لاسباب ليها علاقه بالاعاره ومن ثم القناعات المختلفه للمديرين الفنيين. انا مشرفني ومنورني واحد من اللاعبين المميزين جدا، كابتن محمد رزق نجم النادي الاهلي المنضم حديثا لطلائع الجيش. كابتن رزق اهلا وسهلا بيك، وحشنا. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. انت فين حبيبي؟ موجود بقى في الجيش بقى. موجود، محدش يقدر يقول لا. محدش يقدر يقول لا، كلام كتير. محمد رزق بعد التقرير. هو أحد أبرز لاعبي الجيل الحالي الذين لم تخدمهم الظروف كما خدمت زملائه محمد صلاح والنني. لاعب الوسط المهاري محمد رزق نجم النادي الأهلي السابق والمقاولون العرب والمعار إلى نادي طلائع الجيش للموسم الثاني على التوالي. ولد رزق في 25 من يناير عام 88 في قرية كوم بني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. بدأ مسيرته الكروية لاعبا في ناشئ نادي المنصورة من سن 8 سنوات، وحتى فريق الشباب تحت 20 عاما. لعب لفترة قصيرة في صفوف نادي الحامول أحد أندية الدرجة الثانية، ثم انتقل إلى نادي الشمس بناء على طلب المدير الفني أشرف قاسم. مع نجاح محمد رزق انضم لصفوف المقاولون العرب عام 2012 وتألق تحت قيادة محمد رضوان، وشارك في معظم مباريات ذئاب الجبل في موسم 2012-2013، وأظهر موهبة كبيرة جعلت أنظار القلعة الحمراء تتجه إليها، حتى نجح مسؤول النادي الأهلي في ضمه مطلع موسم 2014-2015، وهو الموسم الذي انتقل خلاله الثلاثي محمد رزق ومحمد فاروق وباسم علي من المقاولون إلى الأهلي. مع الأحمر تألق محمد رزق في تشكيلة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، وحجز مكانا أساسيا في معظم المباريات، ولعب على حساب أسماء كبيرة في الفريق. ومع رحيل غاريدو مطلع موسم 2015 وتولي فتحي مبروك زمام الأمور الفنية، لعب محمد رزق أساسيا في تشكيلة المدرب المخضرم، ونفس الأمر مع عبد العزيز عبد الشافي الذي تولى القيادة عند رحيل فتحي مبروك. محمد رزق، اختبار قاسي على محمد رزق في أول ظهور. داخل محمد رزق وبيحط الركلة الخامسة والهدف الخامس للنادي الأهلي، حطها قوي. هو ده اللي بقول لحضراتكم عليه، حطها بقوة مهما كانت كفاءة الحارس. انتقل اللاعب بعدها إلى صفوف نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة، ولعب تحت قيادة طارق يحيى، وقدم موسما متميزا مع الفريق العسكري. ومع نهاية فترة الإعارة وصلته بعض العروض من أندية ليرس البلجيكي وسموحة السكندري، ولكن فترة التجنيد منعته من ذلك. ضربة حرة مباشرة، محمد رزق في وضع التصويب حلوة يا ولد، ممكن جول، هي جول. ثم جاءت أزمة رحيل الهولندي مارتينيول نهاية الموسم الماضي لتبعد رزق من جديد عن العودة إلى القلعة الحمراء، بعد أن طلب المدرب الهولندي عودة اللاعب وإنهاء إعارته، وقام مسؤول الأحمر بتجديد الإعارة لنادي الطلائع حتى نهاية فترة التجنيد. عن كواليس رحيله عن النادي الأهلي ومفاوضات نادي الزمالك في بداية المشوار وأزمة التجنيد وفرص طلائع الجيش في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة هذا الموسم وأمنيته في الانضمام لصفوف الفراعنة، يجيب مسمار الوسط محمد رزق في حوار صريح مع إبراهيم فايق في الحريف. لو رجعت على اوكا باي طريق الاول كده قبل ما نبتدي نقول اي حاجه، انت لعيب محظوظ ولا لا؟ الحمد لله انا طبعا محظوظ طبعا. انا العب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره طبعا. ما انت كملتش فيه كتير. ده نصيب اللي هو في الاخر طبعا يعني نصيب. لكن انت عملت اللي عليك، لما كنت موجود اديت وما قصرتش في حاجه. ان انت تبقى موجود او ما تكملش دي حاجه طبعا نصيب في الاول في الاخر يعني. واحنا بنتفرج على التقرير وجات سيره خوان كارلوس غاريدو، قلت له مدير فني هايل. طبعا على فكره من الناس اللي تشتغل معاه لازم تستفاد بحاجه، وما فيش حاجه للصدفه في الشغل معاه. غاريدو كانت دايما كلمته على فكره معانا، ما فيش حاجه اسمها حظ في الكوره. الحظ ده بيجي اللي بيتعب وبيأثر في فرقته.
هي كانت المشكله دايما بس ان الراجل جه بعد طبعا ناس يعني ما فيش حد يجي في مصر زيهم، كابتن ابو تريكا بركات وائل جمعه، فانت اي حد يجي بعد كده مظلوم. ايوه زي برضو ما الناس بتيجي تقارن اي حد بالكابتن عصام الحضري. ايوه طبيعي ان كابتن عصام في التوقيت ده عملوا كل حاجه. طب ليه تفتكر من وجهه نظر الجريد وما نجحش مع النادي الاهلي ومشي ليه؟ اللعيبه اللي كانت موجوده انت ما وفرتلوش اي حاجه غير ان لعيبه صغيره لسه بتبني فرقه ولسه انت عايز تجهز فرقه، وكان الكلام معاه ان انت مش تحقق بطوله قد ما انت تعمل فرقه تنافس بيها 5-6 سنين قدام. انا بص انا بس مستغرب ليه، لان انت مش اول واحد من لعيبه النادي الاهلي اللي يقول ان جريدو كان مدير فني جامد، يعني كل الناس بتاكد كده. طب هم ليه كانوا في الوقت ده بيقولوا ان لعيبه النادي الاهلي هي اللي عامله كومبينه على جريدو ومش عايزينه يكمل؟ لا اكيد انت عارف برضو النادي الاهلي مش عايز تطلع وحش قدام الاعلام، فبتيجي تقول للعيبه او المدير الفني هو التاثير عنده. مش هتقول ان انت جايب الراجل عشان هدف معين. انت ما بتقولش كده، انت بتطلع تقول احنا جبنا مدير فني كبير عشان يقدر يحقق بطولات. مع ان الناس كلها كانت عارفه ان انت جايب مدير فني يبني فرقه لمده قدام. وانت لعب بطوله زي الكونفدراليه ب13 لعيب ومعاه 3 حراس مرمى في القائمه. ما عندكش الا تغيير او 2 وحقق بطوله والسوبر اول ماتش كان ليا برضو قدام الزمالك واخد بطولتين. اول ماتش ده اللي لعبت فيه ضربه الجزاء رموك في النار، هجيب لك انا ضربه الجزاء دي النار طبعا. ده انت بص سافرت، ده انت كنت ناقص تروح تلعب ضربه الجزاء. انا كنت راح اسلم على عاشور في نص الملعب. اسلم على عاشور كمان في نص الملعب تروح تلعب ضربه الجزاء. الموقف صعب جدا. اصل انت المشكله ان دي اخر كوره، انت ممكن لو ضيعت تخسر البطولة. بطولة صعبة طبعا انت عارف، لو قدام اي حد ممكن تبقى دي كانت قدام الزمالك مغفور ليك فيها. انما انت قدام الزمالك وتخسر، واول ماتش كان ليا بالنسبة للنادي فتبقى حاجة صعبة قوي. ده كان اول ماتش ليك؟ انا كنت موجود في النادي قبلها بفترة بس هم عشان موضوع التجنيد وكده كانوا مقيدين فاروق وباسم وكانوا بيلعبوا معاهم افريقيا. فجاء الراجل كان اصلا عايز يلعبني معاهم افريقيا وكان هيقيدني، لما عرف ان الجيش وكده هيمنعنا من السفر قال لك خلاص احنا يبقى معانا، وحتى لو هتأيدوه ويبقى موجود في الماتشات اللي هنا في مصر ما فيش. بص انت بص كنت هتروح اخر الدنيا. طبيعي انت قلقان برضه، انت محطوط في موقف صعب. الكره دي لو ضاعت لا قدر الله كان الدنيا. بص الشناوي كان رايح ياخدها، الشناوي جون كبير طبعا. فانت لازم تركز قوي مع حاجه زي كده. هو كان ترتيبك انت اللي هتشوط دلوقتي؟ لا انا كان ترتيبي مع الراجل يا رقم 1 يا رقم 5. فانا في الماتش كان ده اول ماتش ليا وفتره طويله ما بلعبش وكده، فجالي شد كنت تعبان، فقال لي خلاص ريح انت وهنبدا بالناس الثانيه. فلما جت بقى فما كانش عندي خلاص غير كابتن شريف وكابتن حسام غالي وكابتن حسام عاشور. فما فيش حد من الثلاثة. الكباتن الثلاثة ورا بعض. فكله بص لي وعلى فكرة أنت بتشوط كويس ومش بتشوط كويس وكده. فروح شوط. فبقول للكابتن حسام غالي أنا لا مش هينفع. أنا ما ينفعش أول ماتش أضيع ضربة كده. قال لي على فكرة أنت هتجيبها وهنكسب بعدك على طول يعني. فأنا داخل برضه قلقان. قلت له ماشي خلاص أنت كابتن الفرقة وأنت اللي شايف كده. طالما أنت شايف كده خلاص. ما أقدرش أقول لك عادي. فاكر إن أنا قلت إن أنا مش عايز بس أنت اللي بس عاشور أساساً إحنا ضيعنا ضربتين جزاء أول 2. أيوه. عاشور كان قاعد جنبي ساعتها. من الحاجات اللي أنا فاكرها جداً في الماتش. عاشور بعد ما ضيع، فأنا طبعاً أول ماتش قدام الزمالك قلت هنخسر أول ماتش ويبقى اتحسب ومش عارف إيه. فأنا قعدت ونمت على الأرض كده. فعاشور جه قومني قال لي على فكرة والله إحنا هنكسب الماتش ده. بقول له ازاي طيب؟ انت اقنعني ان احنا مضيعين 2 وهنكسب. قال لي والله العظيم هنكسب وخليك فاكر وهتجي لي بعد الماتش تقول لي يا عاشور انت قلت كذا. فلما كسبنا انا جبت دي وبعدها ابراهيم صلاح ضيع. فعاشور ساب الماتش كله وجاني. فبقول لي تمام كده؟ قلت له انا مرعوب اساسا. قال لي لا على فكره احنا متعودين الماتشات دي بيبقى فيه مؤشرات باينه ان احنا نكسب. وبعدين ماتشات الزمالك من الماتشات الكبيره اللي بتتحسب لنا قوي. واحنا بقى لنا فتره ما خسرناش منهم يعني. عايز اعرف تجربتك في النادي الاهلي بتقيمها ازاي؟ شايفك التجربه ناجحه ولا مش ناجحه؟ والله هي ممكن ما تبقاش ناجحه عشان ما كملتش.
لكن انا بحسبها ليا انها ممكن تكون اضافه كبيره قوي ليا، فرقت في حياتي طبعا. ان انت يعني ان انت توصل للنادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيجيبش اي حد صحيح، فان هو يجيب رزق ورزق يجي يلعب. لا والحقيقه ان انت كمان لعيب، لعيب محترم ولعيب مميز. انا مش يعني مش بقول لك كده يعني بجاملك، لا بشهاده الخبراء كلهم شباب المتابعين والمحللين والجماهير، ناس كانت تتوقع كمان في انه في وجودك مع النادي الاهلي بعد ما انتهت فتره اعارتك وكنت المفروض ان انت ترجع النادي الاهلي، هنتكلم على المرحله دي، الناس كانت منتظره من رزق كتير جدا في منتصف ملعب النادي الاهلي الحقيقه. هو يعني هي الناس كلها كانت بتتكلم في موضوع ان انا لما ارجع هيبقى موضوع ان انا العب سهل. بالنسبه كمان ان الموسم اللي قبله كان دايما عاشور والكابتن حسام بالظبط كده، كان السوليه لسه موجود فيه في الجيش. بالظبط. السوليه يعني الناس كلها بتقول ان هو لسه مش جاهز زي ما كان في نادي الاسماعيلي. صالح راجع وكده كده صالح بيلعبوه مكان كابتن عبد الله، فان انت هم كده كده انت راجع ان انت هتلعب ومع الراجل وكلام الراجل ده. ده انت كنت بتسخن؟ لا ده دي خلاص لما في نهايه الماتش بدات اتعب. لما هو الراجل اتكلم وقالوا له الاعراض وكده، قال لهم انا عايز رزق وعايز كريم نيدفيد واشوف محمد حمدي زكي. ده اللي هو مين بقى؟ الراجل مستر مارتن يول. خلاص وطلب خلاص ورجعت وكده. الراجل طبعا اللي هي المشاكل اللي حصلت ومش عارف اما مشي شافك وهو خلاص كان مقتنع، هو خلاص كان مكمل. وبصراحه الكابتن اسامه كان بيتكلم معاه كتير. كابتن اسامه عرابي ان الراجل بيتكلم عليك كويس وانت لازم تركز. وهو بيقول حتى هو جه اول ماتش في الدوري كان عايز يقيدني قبل ما يمشي. قال ان هو يتقيد وجيت اتكلم معايا وقال لي الماتش اللي فات على فكره انا كنت احطك في السكور بس عرفت ان تاتش. بعدها بقى حصلت المشكله ان هو مشي واعتذر وكده. طبعا الناس اللي جايت موجوده يعني هم اتصلوا بيا. بص تقول لي مش معقول، انت حظك معاك بالله ربنا. لا الحمد لله طبعا. ان انا ابقى موجود وفي اي مكان ابقى موجود فيه يبقى ليا دور وابقى مؤثر فيه، دي حاجه طبعا كويسه. كنت حاسس ان انت قريب بقى خلاص، انت موجود بقى هتلعب الموسم. انا خلاص انا لما الراجل جه قال لي ان انا كنت عايزك الماتش ده معايا. فانا خلاص. كان ماتش ايه؟ اللي هو كان تقريبا الاتحاد او حاجه. كان اول ماتش للنادي الاهلي الفتره دي. لا اللي هو اول ما رجعت من الاعاره كان نهايه الماتشات وكده، نهايه ماتشات الدوري. فهو قال لي ده لو ينفع بس انت لسه ما اتقيدتش. فهي دي المشكله عندي وكده. فانا عايزك تركز. حتى كان بيتكلم مع الكابتن اسامه قال له ان هو يشتغل لوحده كتير. كنت لسه راجع وكنت متجوز من 3 ايام. مبروك، الف مبروك. الله يرفع درجاتك. فقال لي تنزل التمرين، مفيش حاجه اسمها راحه، انت لعيب في النادي الاهلي ولاعيب محترف فانت لازم ترجع تتمرن. اللي عايز يشتغل واللي عايز ينجح ما بيرتاحش. فهو هو حتى الراجل دايما عنده حاجات كده. يعني اول ما رحت قال لي انت مميز في حاجه مثلا تطور منها ودي تحطها مثلا في جيبك، حاجه غيرها تزود منها بقى الحاجات اللي انت تحس انت ناقصاك. مثلا في الشوط انت كويس، خلاص يبقى دي احنا عارفين ان دي حاجه عندنا. حاجه تانية نطورها. الجو جوه النادي الاهلي عامل ازاي؟ يعني دايما يقول لك ايه حسام غالي كابتن فرقه النادي الاهلي بيقعد ينفعل على لعيبه النادي الاهلي، حسام غالي ما بيصاحبش اللعيبه، حسام غالي مش عارف كذا. حقيقه الموضوع ده من عدمه ايه؟ لا خالص. كابتن حسام اول واحد قابلني في النادي. لا هو الكابتن حسام اول واحد قابلك في النادي وقال لك بشيلك على يدي. لا خالص والله. اول ما دخلت النادي حضرتك عارف برضه النادي الاهلي وجاي من نادي المقاولين. فدخلت الاهلي هيبه. فدخلت قعدت على كرسي في الاوضه وما اتكلمتش، ما بتكلمش مع اي حد. فهو داخل فبقول له فهو داخل بيقول لي ايه رزق بتاعك كده ليه؟ بقول له في اعمل ايه يعني؟ قال لي ما لبستش يعني. قلت له لا ما فيش لبس. نادى على عم حارس قال له لبس رزق وحطه في الدولاب اللي جنبي. قال له ماشي. فجيت قعدت شويه كده بقول لا مش هينفع كده، انا عايزك تقوم وتتكلم مع الناس وانت خلاص بقيت لعيب في النادي الاهلي. دور كابتن فرقه يعني. دور كابتن فرقه بيفكك وبيعرفك على الاجواء. هو حاسس باللي انت داخل عليه، حاسس بالغربه اللي انت فيها يعني. فانا دخلت فقلت له يا كابتن ما هو في فرق وكده. فانا ما اعرفش حد. قال لي لا على فكره. فبقول له فالكابتن عماد داخل. فبقول له ازيك كابتن عماد مش عارف ايه. قال لي لا احنا بدأناها غلط على فكره. بقول له ليه يا كابتن عماد؟ قال لي شفت برضه تاني. مفيش حاجه اسمها في النادي الاهلي كابتن.
كبادئ الفرقه احنا اخوات, احنا كلنا لعيبه مع بعض. هو انا اجي انادي عليك في الملعب اقول لك كابتن رزق؟ قلت له يا جدع بس حضرتك واسمك لازم اقول لك كابتن وكده. قال لي لا, الموضوع ده قدام الناس مثلا نحترم بعض عادي, انا اقول لك كابتن وانت تقول لي ده طبيعي. وانت دلوقتي اخويا وصاحبي ولعيب معايا في الفرقه. عماد متعب لعيب اخلاقه عاليه جدا, الناس يعني محترمه جدا, اتفاجئت بيها في النادي. انت بره النادي تسمع كلام عن اللعيبه وان بيحصل وبيحصل وبيحصل, غير ان تتعامل مع الناس تتعامل معاهم حاجه ثانيه. واللي انت بتقوله كمان على حسام غالي ده كمان دي شخصيه قائد للفريق وشخصيه واحد مهتم جدا ان هو يعني كل عناصر الفرقه تبقى داخله جوه المجموعه, يعني ما يبقاش فيه القصه بتاعت الشلاليه او انه في جديد وفي قديم. لا لا, ما فيش في النادي الاهلي كده خالص بصراحه, ما فيش كده. يعني انا كنت موجود معاهم سنه كامله. لا, في فرق شاسع بين النادي الاهلي واي نادي ثاني. إيه؟ تقدر تلخص لي؟ لا, هم كلهم شويه فوارق من غير ما تذكر الانديه الثانيه. لا, هو انت دايما مجموعه واحده في الشغل. ما فيش حاجه اسمها مكان محجوز. لا, انت بتشتغل زيك زي اي لعيب في الفرقه, من اصغر واحد لاكبر واحد. انت بتعمل اللي عليك. انت برضو تلعب كل يوم على بطوله, يعني كان الماتش بالنسبه لك مكسب. طبعا. انت بتتحسب لك. وبعدين انا بالنسبه لي اول ماتش لعبته من النادي الاهلي كان ماتش السوبر وبطوله, فحاجه كبيره بالنسبه لك ان اول ماتش في حياتك مع النادي الاهلي تاخد بيه بطوله ومن نادي الزمالك, فدي حاجه كبيره جدا. صحيح. طيب رجعنا تاني بقى لمارتينيو, خلاص انت المفروض كل امورك بتتظبط انك ترجع تاني النادي الاهلي, ما تأيدتش في النادي الاهلي, حصلت المشكله, مشي مارتينيو, ايه موقفك بقى بعديها؟ احكي لي ايه اللي حصل. لا, هو مفيش حاجه حصلت بعدها. انا الناس قالوا لي انت موجود معانا برضو هتتمرن وكده لحد ما نشوف مين اللي هيبقى موجود. كانش لسه كلموا الكابتن حسام ولا حاجه. وكان اللي موجود بقى الكابتن اسامه والناس اللي موجوده. فجاه بيكلموني بيقول لي رزق, على فكره احنا اتقيد 29 لعيب وانت مش موجود. مين اللي بلغك؟ لا, ده ناس بتوع الجيش اللي كلموني. هم شافوا القايمه في الاتحاد وهم موجودين. بيعيدوا اللعيبه فاتصلوا بيا. فانا دخلت سالت الكابتن سيد, قال لي لا, انت مالكش دعوه باي حاجه, انت تتمرن كده كده لسه في مكان في القايمه. واحنا لو ما جبناش فرود افريقي انت موجود معانا. كويس. بعدها بقى عرفت ان هم اصلا مخلصين مع الفرود اللي هو اجاي. يعني لعيبه النادي الاهلي, لعيبه جمهور النادي الاهلي كله كان باصص لاجاي ده على ان هو المنقذ بالنسبه لهم. انت حاسس ان هو بص اللي جه عليك انت تحديدا؟ لا, هو كده كده انا كنت عارف ان هم مكلمين الناس يعني مخلصين مع فرود وكده. بس انا اللي استغربته في حاجه, ان انت اصلا بتدور دلوقتي على لعيب في نص الملعب وبتكلم كل انديه مصر دلوقتي. فانت يعني انت عندك لعيب مش هتدفع فيه فلوس. بالعكس, هيوفر يعني لك فلوس. زي حضرتك شايف الارقام اللي بتتقال, 10 مليون 12 مليون وفي الاخر بتروح بتقعد. لان وانت موجود اهو. فانا موجود وموفر لك فلوس ولعيب لعبت في النادي, وما كنت موجود اثرت في الماتشات اللي انا لعبتها. فانت موفر للنادي فلوس, وبعدين انت لعيب وعارفه. فايه الفكره؟ هل وجود اكرم توفيق قلل من فرصك على اعتبار انه اكرم مش متسجل في القايمه؟ اكرم تحت السن. لا خالص, اصل انا اول ما رحت النادي الاهلي كان كل الكلام من الصفقه اللي معموله من نادي المقاولين كانت معموله عشان محمد فاروق وباسم. بس هم الاهلي اخذ رزق عشان ما يروحش نادي الزمالك. مين اللي قال كده؟ ده الكلام اللي كان اتقال اول ما رحت. حتى في ناس في الجهاز كانت بتقول الكلام ده وعرفته في جهاز الاهلي. يعني انت متاخد رخامه. متاخد ان انت كده كده في اي وقت ممكن تمشي, في شهر واحد ممكن تطلع اعاره. وعشان مش جهاز فني في الاهلي. في ناس كانت بتقول الكلام ده. والله يا نهار ابيض. لما جيت واتمرنت واشتغلت مع الراجل, الناس الاجانب حضرتك عارف ما عندهمش حاجه اسمها اسم مين اللي موجود. انا بنلعب في الفرقه وانا شريك بالظبط. انا بنفذ شغلي خلاص. ركبت. فجي الراجل من اول يوم ما كانش يعرف بقى حد. مستر جارود اول ما جه ما كانش يعرف حد. اول ما جه لقيته بيكلمني انا وتريزيجيه ان انتوا لازم تبقوا اهم لعيبه في الفرقه ولازم تبقوا مؤثرين في كل ماتش. تمام. فطبعا انت بقى مدير فني بيقول لك كده, وفي النادي الاهلي مش اي حد, وانت بتلعب في مكان مثلا كابتن حسام وعاشور. فالمكان بالنسبه لك دي حاجه كبيره قوي ان انت تلعب مكان حد من دول. اشتغلنا بقى كويس مع الراجل وكده, اتفاجئ بقى ان هم ما اتقيتش في قائمه افريقيا. جه قال لي على فكره الموضوع ده ما ياثرش فيك في حاجه, انت كده كده لعيب في النادي الاهلي وموجود. واول ماتش لينا الاسبوع الجاي هنلعب فيه الزمالك ماتش السوبر, انت كده كده موجود قبل الماتش باسبوع.
فقلت له ازاي يعني الماتش في اسبوع وحضرتك واخد القرار يعني وكده وانا بلعبش في افريقيا؟ قال لي انا بقول لك عشان تتمرن كويس وعشان توقف على رجلك، لان الماتش ده هيبقى يا اما هيبقى رزق موجود في النادي الاهلي يا اما رزق هيبقى ملوش دور خلاص في النادي الاهلي. كويس، ده انت عارف يعني. الكلام ده حط لك الحافز والدافع. جه بقى في المعسكر يوم الماتش اتكلم معايا قال لي انت هتلعب دلوقتي، احنا مش هنلعب باثنين نلعب بثلاثه، هتلعب انت وعاشور وغالي بس انت اللي قدام عشان انت طبعا صغير وعندك الحته الدفاعيه كويس وبتهاجم كويس، هتعرف تهاجم وتعمل الحته الدفاعيه. فلعبت الماتش ده وبعد ما كسبنا الحمد لله لقيت الناس في النادي الاهلي بيقولوا على فكره احنا نسينا نقول لك ان انت اخذت احسن لعيب في اللقاء. قلت فحاجه طبعا تبسط الراجل قوي ان هو راهن عليك رزق. وكل الناس قالت له ازاي يعني اول ماتش بيلعب الزمالك، فدي حاجه صعبه قوي. فالحمد لله ربنا كرمني في الماتش. ما بين الفتره اللي انت سامع فيها كلام انه عمالين يقولوا في النادي الاهلي ان انت جاي فوق، انا اسف في التعبير يعني بس هي معناها اللي انت قلته كده. ايوه صح، خليك فاكر ان انت اللي قلت كده. انه انت جاي فوق البيع يعني بمعنى اصح كده، احنا جايبين باسم وجايبين فاروق ورزق جايبينه عشان ما يروحش نادي الزمالك زي ما انت قلت. دي انا بستغرب لها جدا، ازاي عقليه فرقه محترفه بتفكر انها تاخد لعيب مش عايزاه عشان خاطر ما يروحش فرقه تانية. بس هو ده دليل دامغ على اللي بيحصل احيانا في فتره الانتقالات في مصر. انما ما علينا، الجزئيه المهمه بالنسبه لي، انت نفسيا ما بين الكلام اللي انت بتسمعه وانت دلوقتي لعيب في النادي الاهلي بس انت مش حاسس ان انت لعيب في النادي الاهلي يعني، وفي نفس الوقت قدامك تحدي انك قدام الناس انت جوه النادي الاهلي، عرفت ازاي الشعور ده تخرج منه علشان تلعب وعشان يبقى عندك حافز وعشان تبقى موجود في النادي الاهلي بجد وتشارك في المباراة، تلعب ماتش زي الماتش اللي احنا بنتفرج عليه ده، الماتش السوبر ده؟ هو طبيعي ان انت خلاص بقيت موجود في النادي الاهلي، فايا كان الكلام اللي هيتقال مش فارق معايا في حاجه، مش فارق معاك في حاجه، انا كده كده موجود والنادي الاهلي مش هيخليك تبقى موجود حتى لو في التمرين غير ان انت لعيب مهم بالنسبه له. دي اكتر حاجه كانت فارقه معايا ان انا موجود وبشتغل وبعمل اللي عليا. الراجل بيطلب مني حاجه انا بنفذها، انا ماليش دعوه بقى حته الناس تقول انت جاي عشان كذا او لا، انا ماليش دعوه، انا موجود وبتمرن وبشتغل. والراجل بصراحه بيتعامل معايا من اول يوم جيت في النادي على اني من اللعيبه المهمه عنده في الفرق. ده جريده مشي بقى جريده، الدنيا باظت. كنت انت اتعس واحد في الدنيا. طبعا جريده مش انا وتريزي. انت وتريزي جه عشان انتوا كنتوا بتلعبوا بشكل، لا كان الراجل كمان كل تركيزه في الشغل كله ان انت موجود يعني. يعني كان في ماتشات ببقى مثلا طالع من اصابه او مثلا في التمرين باين عليا ان انا تعبان وكده، كان الراجل بيتكلم معايا ان انت حاول ان انت تتمرن خفيف يعني مش اللي هو تعمل نفس الحمل اللي انت بتعمله العادي عشان انت موجود الماتش وكده، فانت تستثمر كل مجهودك للماتش. هو كان مدرب كويس جدا، لا يعني بيشتغل كويس جدا، بيشتغل اللي هو يعني شغل في لعيبه في النادي الاهلي دلوقتي، طريقه لعيبه يعني يعتبر اتطورت قوي بسبب الراجل ده. زي ايه؟ زي مين من لعيبه النادي الاهلي؟ مين انت كنت بتشوفه هو الراجل كان بيقف معاه بيعمل وقفات معاه؟ هتكلم معاك، كنت هتكلم عنك. الراجل كان بالنسبه له وليد سليمان. في ناس سالوه تقريبا كانت في الفتره اللي بيقولوا احسن لاعب وكده في العالم، فبيقولوا له كريستيانو ولا ميسي، قال لهم انا عندي وليد سليمان. والله بحب وليد جدا. هو وليد بصراحه من الناس اللي في التمرين زي الماتش. هو كابتن حسام مجتهد، هو حسام غالي. حسام غالي هو علمني الحته دي. يعني بتكلم معاه في مره وبيزعق وكده، بيقول لي اتمرن كويس ومش عارف، فبقول له يا كابتن حسام انا تعبان. قال لي ما تخليش الموضوع ده، انا اكبر منك في السن وبتمرن اجمد واحد في الفرقه، مش عشان حاجه، عشان ده شغل، وانت لو انا قدامك كابتن فرقه بعمل كده هتعمل زيي، فانت خد ان انا الموضوع واخده ان التمرين زي الماتش. مش كابتن فرقه من قليل الحقيقه حسام غالي، لا بصراحه مش كابتن فرقه من قليل. من الناس اللي تأثر في اي حد يلعب جنبها. كمان وليد سليمان طور لعبه ازاي جريده؟ وليد يعني مثلا هو معتمد ان وليد كان لعبه دايما ان هو بيوصل للخط مثلا يعمل اوفر يعمل جول. الفتره اللي الراجل اشتغل معاه فيها قالوا انت يعني رجليك كويسه على الجول، حاول تلعب على الجول في الضربات الثابته. غريب وليد سليمان، غريب رجليه ما بتحسش انها فيها اي عضل اصلا. لا رجلي بس وليد يبان عليه ان هو ضعيف. بالظبط، بس اي اشتراك وليد بياخده بيخربش اي حد. بيخربش جامد ايا كان مين اللي بيلعب عليه. انت تلاقي وليد دايما في الالتحامات الناس هي اللي بتقع.
في التقوي وكمان في الـ في الـ في الاستحواذ على الكوره صعب جدا يفقد الكوره وفي التسديد على المرمى كمان دي حاجات مهمه جدا في وليد رغم كسر القامه بتاعته حاجه وليد كمان من اللعيبه المهمه في الفرقه يعني وجود وليد اللي بيلعب جنب وليد يعني مثلا كابتن فتحي بيلعب تحت وليد ما تحسش ان ان اللي بيلعب قدامه ده هو لا تحس ان وليد هو الباك في الماتش بيعرف يغطي كويس بيغطي دايما ما بيسيبش مثلا اللعيبه اللي بيلعب معاه ان هو عادي معظم اللعيبه اللي بتلعب في الحته دي بيرجع لنص الملعب بس لحد نص الملعب ويسيب بقى ايه الباك اللي بتاع نص الملعب يرحل شويه لكن وليد ما شاء الله يعني ما شاء الله في اوقات كتير تلاقيه واصل لخط الجون بتاع الفرقه هو اللي مغطي كان بيشتغل الراجل على تطوير اداء معظم لعيبه النادي الاهلي معظم اللعيبه عندنا في النادي كان بيشتغل فردي كمان اللي بيقولوه ان هو الراجل بيعرف يمرن كويس بيعرف يعمل حصص تدريبيه كويسه انما في الماتش بتوه منه الفرقه وفاكر انا تعبير كان اتقال اول لما مشي على طول جريدو اول ماتش كان الكابتن فتحي مبروك قدام امبي الاهلي كسب امبي والناس بدات تشوف فرقه النادي الاهلي بشكل تاني مختلف هو كل ما في الموضوع قاله ساعتها انه الكابتن فتحي مبروك كل اللي عمله انه رجع اللعيبه في مراكزها وانه جريدو كان مبوظ طريقه لعب النادي الاهلي ومبوظ اماكن اللعيبه بتاعه النادي الاهلي لا خالص هو الموضوع بس ان الكابتن فتحي لما كان موجود الدنيا بالنسبه له كانت يعني اللعيبه الكبيره هي اللي موجوده الراجل ما كانش بيفرق معاه ايا كان الاسم اللي موجود فبيشتغل كويس جدا مع الناس كلها غير مثلا كابتن فتحي طبعا موجود فبيتعامل مع الناس اللي هو لازم يحط الناس الكبيره الاول في الملعب يلموا له الدنيا الاول عشان الدنيا كانت زي ما حضرتك كنت شايف الدنيا كانت في الاهلي بايظه خالص الفترة دي كانت فترة صعبة جدا طبعا فترة جريدو دي صعبة بالنتائج مش صعبة شغل لو هنحسبها شغل في لعيبة ما كنتش بتحبه؟ أكيد أي حد ما بيلعبش ما بيحبش المدرب طبعا احنا في مصر كمان هو مشكلتنا إن احنا موضوع العاطفة شوية بزيرو بقى أخباره إيه معاك؟ لا ما اشتغلتش معاه كان في الفتره ديت انت اشتغلت مع كابتن فتحي مبروك اشتغلت طبعا مع كابتن فتحي يعني عملت ايه بقى مع كابتن فتحي مبروك كنت بلعب مع كابتن فتحي يعني كنت ماشي كويس معاه كنت ماشي كويس وبلعب الماتشات كلها بس جيت في الاخر حصل موقف كده في ماتش كنا خسرين 1-0 وبعد كده هو طلعني شفتهاش تاني لا انا كنت ماشي كويس في الماتش فعمل تغييرة كل الناس اصلا كانت بتتكلم ان في حد تاني ممكن يتغير فطبعا كابتن فتحي يعني حب يجي على الصغار اللي في الملعب الاول عشان يقدر يتكلم مع الناس فقرز هو اللي يطلع فراح جايبه بعدها بدات ابعد شويه بشويه وانتهى موضوعك مع النادي الاهلي بالاعاره لطلاع الجيش بسبب التجنيد هي دي كانت المشكله ان انا مش عارف اسافر مع الفرقه الماتشات بتاعت افريقيا السنه اللي انت قعدتها مع الجيش كنت بتشتغلها وانت عينك على النادي الاهلي لما انا كنت طالع عشان الاعاره تركيزه كله ان انا ارجع للنادي الاهلي فكنت مموت نفسك يعني الحمد لله تقريبا اللعيب الوحيد في الفرقه اللي لعب معظم الماتشات يعني بنسبه 95% تقريبا هتكلم معاك في الجزئيه بتاعه طلاع الجيش والفتره دي تحديدا بس بعد الفاصل انت شرفتنا النهارده يا رزق الله يخليك كابتن الله يخليك مستمرين مع حضراتكم في الحريف والحريف النهارده وكابتن محمد رزق نجم النادي الاهلي واللي انضم الى طلاع الجيش وجدد انتقاله مره اخرى الى الجيش بعد ما كانش له قائمه شلون مكان في قائمة النادي الأهلي حوارنا مستمر مع حضرتك بعد الفاصل داخل محمد رزق وبيحط والهدف الخامس للنادي الاهلي بص كل ما جونا بيجي حاطط اضحك عليه خد بالك على المسافه على المسافه كبيره جدا طيب رحت الجيش طول الموسم ده كنت الاكثر اشتراكا في المباريات مع طلاء الجيش وكان عندك رغبه ان انت ترجع بقى للنادي الاهلي انا بتكلم على قبل ما ترجع لمارتينيولو ويحصل الحوار او الكلام اللي كان موجود
كنت شايف فرقه الجيش ازاي؟ كنت شغال مع كابتن طارق يحيى كان ساعتها مدير فني للفريق، وهل انت فعلا امكانياتك زادت؟ هل انت فعلا استفدت بالسنه دي مع الجيش ولا لا؟ اكيد طبعا، انت اي لعيب ما بيحبش يقعد يعني، حتى لو هو ايا كان اسمه مين، اللعب برضو بيزود اي حد. انا لما روحت النادي كابتن طارق قابلني واتكلم معايا ان انت، انا الناس بتيجي معايا بتزيد عشان انت لعيب كويس، مش عشان ان انت، مش ان انا بقول لك ان انا اللي بزودك، انت لعيب كويس واحنا عايزينك معانا، بس المهم ان انت تبقى بتلعب وانت مبسوط يعني. مش ان احنا عارف، انا عارف ان انت جاي غصب عنك عشان موضوع الجيش وكل حاجه، بس خلاص انت ده وضع واتحطيت فيه، وعشان ترجع النادي الاهلي لازم تلعب وتبقى كويس وتأدي. فربنا كرمني، لعبت الماتشات ومشيت كويس معهم. جه بعدها بقى لما رجعت النادي الاهلي بقى. لما رجعت للنادي الاهلي مارتينيول قعد معاك واتكلم معاك، قال لك يا سيدي احنا عايزينك وتبقى موجود معانا، والراجل ما حصلش النصيب ومشي. هل لو كان الكابتن حسام البدري كان تولى المسؤوليه بدري شويه، كنت ممكن تبقى موجود في النادي الاهلي؟ ممكن. انا ما اتعاملتش مع الكابتن حسام بس يعني انا ليا زمايلي اتعاملت معاه في المنتخب الاولمبي وكده، قالوا لي انت حظك وحش ان انت ما كنتش موجود في الفتره ان الكابتن حسام موجود فيها في الاول. انت لو موجود والكابتن حسام موجود انت مستحيل تمشي من النادي الاهلي. انت اصلا ما شافكش الكابتن حسام؟ لا، القايمه بتاعت مارتينيول كانت اتسلمت، كان خلاص اجباري ان انت ما فيش الا مكان واحد ومحجوز للعيب. ايه رايك في القايمه بتاعت النادي الاهلي اصلا السنه دي؟ ناس كتير انتقدتها جماهير النادي الاهلي. انت اهلاوي اصلا في الاصل ولا انت محترف؟ اهلاوي. اهلاوي جدا. انا جاي لك في الاسئله، فخليني بس اكمل معاك الجزئيه دي. رايك ايه في القايمه دي بتاعت مارتينيول تحديدا؟ والله هو المشكله ان الراجل كان حاسس ان هو هيمشي، فالموضوع ما كانش فارق معاه قوي موضوع القايمه. هو وصل له احساس ان في اقرب وقت انا ماشي، او انا مش هقدر اتاقلم على الجو هنا في مصر بالنسبه لجمهور الاهلي، وجمهور الاهلي بيلعب على بطوله كل يوم وكده، وانا عايز امشي ومش مرتاح. وحته ان مفيش جمهور برضو، هو لما جه النادي الاهلي طبعا حضرتك عارف بقى جمهور النادي الاهلي، فطبعا هو جاي ولقى حاجات تانية غير اللي هو متوقعه، وان النادي الاهلي والجمهور والكلام. فجه عادي بقى اللي هو ما حس ان هو يمشي، فما بقاش فارق معاه موضوع القايمه قوي. بقول لك يعني ما هم اكيد مش انا اول واحد يعني ربط ما بينك وما بين كابتن احمد سعيد اوك، يعني مش ممكن ده، يعني مش هقول لك ان انتوا توأم، اكتر كمان من التوأم يا اخي. من الجنب اشوفك في الملعب اقول النادي الاهلي جاب احمد سعيد اوك ولا ايه؟ تروح الجيش نفس القصه ده ما تقوليش ان الناس ما بتتلخبطش بينكم وبين بعض. انا لما بقابله اساسا بتبقى دي مشكله، احنا هو بيقف يكلمني قال لي على فكره مش هينفع العب الماتش ده عشان انا هقعد ابص لنفسي في المرايه طول الماتش. هو من الناس المحترمه جدا بصراحه. اقول الو الو ازيك يا رزق حريف؟ الله يسلمك يا كابتن. ازيك يا كابتن احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا كابتن تمام. الحمد لله تمام. مش ممكن الشبه اللي بينك وبين محمد رزق، مش ممكن يعني. بص هعرض لك انا الصوره، هعرض الصوره كمان، ده انتوا حاجه واحده. بيقول لي رزق دلوقتي ان في الماتش لما بتلعبوا بعض انت بتقول له مرايه وانا باصص فيها بالظبط. لا فعلا مفيش. انا ما كنتش اخد، انا يعني محمد اعرفه طبعا من ايام نادي الشمس. هو برضه ناشئين نادي الشمس بالظبط، يعني نادي الشمس برضه طلع لعيبه محترمه. انت برضه طالع من الشمس؟ انت طالع من الشمس برضه؟ طبعا. مره كنا بنلعب نادي المقاولين وانا ماسك كابتن محمد فضل. فبيقول لي اوكا انت في شبه بينك وبين محمد رزق غير طبيعي. فانا بحسبه بقى يجي يقول لك في الماتش وبتاع، فشويه كده انا اذكر قلت له ايه ده؟ قلت انت شبه كده ليه؟ هو فعلا حاول يعني في شبه جدا ورزق اتمنى التوفيق طبعا، هو لعيب كويس. ربنا يخليك يا كابتن. وانت على النادي الاهلي من اللعيبه المميزه جدا في المكان بتاعه، واتمنى التوفيق.
وانت من اللعيبه المميزه جدا الحقيقه. انا عايز اتكلم معاك على كمان واحنا بنتكلم من كابتن رزق على الجيش، بتكلم معاك على الانتاج الحربي. ان شاء الله باذن الله يبقى موسم مميز بالنسبه لكم مع كابتن شوقي غريب. انتوا عملتوا موسم الحقيقه السنه اللي فاتت كان اكتر من رائع. يمكن البدايات ما كانتش احسن حاجه مع الانتاج الحربي، لكن تحسن في المستوى، تحسن في النتائج، في الاداء، وفي الانسجام. ان شاء الله باذن الله اتوقع الموسم ده يعني مستوى مرتفع مع توالي المباريات يا كابتن احمد. والله ان شاء الله باذن الله احنا اول وراه تعبنا. عملتوا جيم محترم، وفي النهايه انتم يعني 1-0 يعني. هو كان شو حتى الماتش قال الماتش هيخلص كره ثابته، وفعلا هو خلص كره ثابته، ضربه جزاء. وان شاء الله المباراه دي عندنا المقاولين، وربنا يوفقها ان شاء الله نلعب على 3 نقط باذن الله. وزي ما قلت الموسم اللي فات هم الانتاج الصراحه عملوا موسم كويس، وكل اللعيبه عارفه ان الموسم ده فيه مسؤوليه اكبر، ان الانديه تبقى مركزه اكتر من الموسم اللي فات مع فرقه الانتاج. فدي مسؤوليه على اللعيبه الجديده واللعيبه القديمه، طبعا اللعيبه كلها محترمه واللعيبه اسامي كبيره. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ونعمل موسم كويس يليق بالجهاز الفني ويليق باللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. عايز كمان اسالك في جزئيه، مشي لعيبه كتير من الانتاج الحربي، ممكن كانوا ياثروا، او انت شايف انه ممكن ياثروا على الاداء في الفتره اللي جايه ولا لا؟ والله يعني هو في لعيبه طبعا مشيت، في جدو طبعا يعني اضافه لاي فرقه صحيح، وفي يعني في لعيبه ثانيه برضو يعني لعيبه كويسه كلها، سيد فريد وعلي فتحي لعيبه كلها كويسه طبعا، واضافه لاي نادي. بس اعتقد ان كابتن شوقي برضو يعني عارف هو جاي جايب اللعيبه دي، اكيد عارف ان هي هتفيده. بس انت عارف كابتن ابراهيم لما يحصل عدد كبير من اللعيبه يخش على فرقه بيبقى في شويه حذر، في شويه مشاكل، في شويه عدم تاقلم. صحيح. يعني دي برضو انا جربتها وانا في نادي سموحه، دي برضو بتاخد وقت شويه على ما بيحصل اللعيبه بتقدر تخش مع الفرقه شويه واحده واحده، بتتعود على اسلوب الفرقه. يعني اعتقد برضو ان في لعيبه كبيره في الفرقه بتقدر تحل المشاكل دي كلها وتحل المواضيع دي، وان شاء الله الفتره الجايه زي ما قلت لك نأدي بشكل كويس، وباذن الله ما نغلطش. يعني الفرقه ما نغلطش غلطه السنه اللي فاتت، ان هم زي ما قلت في الاول خسروا نقط كتير. صحيح. وده اللي بنتكلم فيه الحقيقه، ان في اول الدوري اللي بيجمع نقط بتفرق معاه في اخر الدوري، وان شاء الله ربنا يوفقنا باذن الله. ان شاء الله. عايز تقول ايه بقى الكابتن رزق قبل ما نقفل معاك؟ اقول له شد حيلك الفتره الجايه، ولازم تعمل موسم زي اللي عملته الموسم اللي فات مع نادي الجيش، وركز انك تلعب على النادي الاهلي، ولازم يبقى لك بصمه في مكانك، وان شاء الله يعني انا شايف ان هم اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده في منتخب مصر، والله مش بجامله. ربنا يخليك يا كابتن. لعيب كويس ولعيب جامد كمان، واتمنى له التوفيق باذن الله. هو لو موجود في الفتره دي في النادي الاهلي وبيلعب كان زمانه موجود في منتخب مصر. ان شاء الله يا كابتن، ربنا يستر بقى ان شاء الله السنه دي. ربنا يوفقك ان شاء الله ان شاء الله، ويبعد عنك الاصابات. انت زي ما قلت لك انت لعيب كويس، وانا لما بقابلك حتى بقول لك الكلام ده، وانت برضه في نادي كويس ومعاك فرقه كويسه، وشد حيلك يعني ما تقلش عن الموسم اللي فات ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن احمد، بشكرك شكرا جزيلا، ومساءك زي الفل كابتن احمد سعيد اوكا، نجم الانتاج الحربي، واحد من اللاعبين المؤدبين جدا كان على المستوى الفني يتبني عليه فرقه الحقيقه. طيب خلينا نرجع تاني بقى للجزئيه الاخيره المتعلقه بالجيش. كابتن حسام البدري ما خلاص ما حصلش نصيب، وكان اتكلم معاك كابتن سيد عبد الحفيظ، او خلاص اقول لك القائمه اكتملت. فكره وانت ماشي من طلائع، وانت ماشي من النادي الاهلي ورايح طلائع الجيش، وده خلاص ده انتقال نهائي، انت انتقلت كده مده موسمين صحيح كده؟ موسمين ان شاء الله. مده موسمين، حاسس ان انت ترجع النادي الاهلي تاني ولا لا؟ الموضوع كله هيبقى في ايدي ان شاء الله. يعني انا حاطط هدف برضو ليا، هعمل موسم كويس زي الموسم اللي فات ويمكن اكتر ان شاء الله، عشان لو حتى ما فيش نصيب ان انا ارجع النادي الاهلي. انا كان جاي لي عروض كتير السنه دي، بس ما حصلش نصيب عشان موضوع الجيش، وكان لازم ابقى موجود في نادي الجيش السنه دي. انت لعيب محترف ولا لعيب كلمه الانتماء عندك دي اهم حاجه؟ لا انا لعيب محترف طبعا. بحب النادي الاهلي وكل حاجه، بس اكيد ده شغل في الاول وفي الاخر. لو اتعرض عليك نادي الزمالك اكيد في التوقيت ده افكر كويس، يعني لان نادي الزمالك برضه نادي كبير، واي حد يبقى حابب انه يكون موجود
لكن انا في الاول ما كانش بالنسبه لي موضوع اختيار في حاجه قد ما انا كنت بحقق امنيه والدي ان انا عايز العب في النادي الاهلي وانا اهلاوي. فلما كان الكلام موجود ان انا ممكن اروح النادي الزمالك او النادي الاهلي فكان ما كنتش فارق، حتى بدليل ان انا رحت للكابتن علاء عبد الصادق البيت ومضيت على بياض، يعني ما فكرتش في موضوع الفلوس. حبا طبعا انا حابب ان ابقى موجود في النادي الاهلي فما فكرتش في موضوع الفلوس، وكان في عروض كتير موجوده ومبالغ اكبر، لكن انا كنت الزمالك كان عارض اكتر، في انديه كتير كمان كانت عارضه مبالغ، وان انا كان ممكن اسافر من خلال انديه تسفرني انديه تابعه ليها وكده. بس هو انا فكرت ليرز يعني انديه تابعه ليها اللي هو دجله وبعدين تروح ليرز يعني هو سر يعني مش سر يعني فانا فكرت برضو ان انا نادي انا حابب ان انا اكون موجود فيه، وده كان حلم بالنسبه لي من وانا صغير وانا في نادي المنصور. فلما جت الفرصه ما فكرتش في موضوع فلوس قد ما فكرت ان انا احقق حلم بالنسبه لي يعني. طيب ده لما كان في اختيار ما بين الاهلي والزمالك انت اخترت النادي الاهلي. دلوقتي لو نادي الزمالك جدد تاني طلبوا انك تبقى موجود مع مثلا فتره الانتقالات اللي جايه او بدايه الموسم رزق يبقى موجود في النادي الاهلي ولا في نادي الزمالك ولا لا؟ عادي انا لعيب محترف في الاول وفي الاخر، يعني انا كده بدور برضو على مصلحتي ومستقبلي وكل حاجه. نادي الزمالك لو في عرض او حاجه اكيد هفكر في التوقيت ده. كمان الناس اللي موجوده لعيبه كبيره في نادي الزمالك فهتساعدك برضو ان انت تأدي ويبقى شكلك كويس. ما تخافش تفقد الشعبيه والجماهيريه اللي انت عملتها بين جماهير النادي الاهلي؟ لا بالعكس. الناس عارف ان انا لاخر لحظه كنت شاري النادي الاهلي وانا حاولت اعمل اللي عليا عشان ابقى موجود. اي حد غيري في ناس كتير كانت طالعه عاره معايا ما فرقش معاهم الموضوع وقعدت موسم عادي لكن انا كنت بفكر ان انا لازم ارجع النادي. انت رحت الجيش ببلاش فري؟ فري. دي كنت انتقل فري دي اكتر حاجه تبسط اي لعيب في الدنيا صح كده؟ بس مش لاقي مكان. مش لاقي مكان. طبعا. طيب في جزئيه مهمه عايز اتكلم معاك فيها، هل انت حاسس ان النادي الاهلي فرط فيك بسهوله ما ادالكش الفرصه بشكل كامل ولا لا؟ هو اكيد الواحد زعلان طبعا ان انت كان ممكن يبقى ليك دور وان هم يفكروا ان هم يجيبوا صفقات بملايين في نفس المكان بتاعك، فدي حاجه اكيد مضايقاني طبعا. مضايقاك؟ لان انا ما قصرتش في حاجه ما كنت في النادي الاهلي واما طلعت اعاره برده ما قصرتش في حاجه يعني. في حته ان انا امشي فري وحتى النادي الاهلي ما فكرش ان هو يساعدني فدي حاجه اكيد مضايقاني طبعا. ليه ما اخدتش الخطوه بتاعت محمد صلاح والنني؟ يعني انت واحد لعيب من اللعيبه بتاعت المقاولين، والمقاولين خلاص بقى مشهور دلوقتي من اللعيبه من الانديه اللي بتطلع لعيبه بره، ليه ما اخدتش نفس الاتجاه بتاع محمد صلاح والنني وفكره الاحتراف؟ خاصه الناس كلها كانت بتتكلم عنك بشكل ايجابي، انت وفاروق كمان تحديدا ان انتوا اتنين لعيبه. لا يعني انا فاكر كمان مهندس شريف حبيب ما كان بيتكلم عليكم انتوا الاثنين، قال ان انتوا الاثنين كمان لعيبه يعني هكسروا الدنيا بره في اوروبا، ايه اللي حصل؟ لا هو ما فيش، احنا كان في كلام كان في قدامنا بازل وليرز وكده، كان فاروق وانا وكان محمود عزت برضه. بس هو كانت المشكله اللي عندي كانت مشكله التجنيد، انا ما بيطلعليش تصريح سفر يعني الجيش دايما يا تيجي تلعب في نادي الجيش خلاص براحتك مش هتلعب في اي نادي تاني غير داخل مصر. فانا بالنسبه لي كنت بفكر فيها كده. فاروق تقريبا كان جاي له عروض وكده وهو برده كان حابب يبقى موجود في النادي الاهلي وكان حابب ان هو يبقى ليه بطولات وكده في النادي، بس ما حصلش نصيب ان هو يكمل يعني. ما حصلش نصيب انه يكمل مع ان فاروق من اللعيبه الجامده جدا بصراحه. اتظلم برده في الاهلي؟ فاروق من اللعيبه الكويسه جدا. بس احنا لما رحنا النادي الاهلي التركيز كله كان على فاروق. فحطه تحت ضغط بدري قبل ما يلعب ماتشات وقبل ما اي حاجه، وكان بينزل الماتشات بيبقى كويس. اكتر حاجه تحرق اي لعيب في الدنيا انه يقول لك خليفه فلان الفلاني، هو اول لما اتحط قال لك خليفه ابو تريكه واخد وركب مع ابو تريكه في العربيه. كانت المشكله الكبيره ان اول ما راح فاروق حتى هو اتصدم يوم المؤتمر الصحفي. ليه بقى؟ هو احنا قاعدين فهو تقريبا كان متفق معاهم ان هو يلبس رقم معين. فلما دخلنا المؤتمر حطوا له التيشيرت رقم 22 على رجله. فهو بص له استغرب. انا مش عايز ابقى كده. هو فاروق له شخصيته وحابب ان هو يبقى فاروق. مش حابب ان حد يقول انت شبه او طريقه لعبك زي حد. هو بلعبه كويسه جدا. ايوه. موضوع الضغط اللي كان عليه بقى برقم 22 زاد،
فالدنيا زادت عليه. هو ما كان بيلعب كان بيأدي وبيحاول يعمل اللي عليه. بس هم مستنيين ابو تريكه بالظبط, ومستنيين ابو تريكه مش اللي بيبتدي ابو تريكه, مستنيين ابو تريكه اللي خلص ابو تريكه يعني, يعني اللي هو في اوجه يعني. انت كل تفكيرك يعني ان انت عايز ابو تريكه ايا كان الطريقه بقى او ايا كان الاسم اللي هيلعب مكانه, فهو اتحط تحت ضغط غير طبيعي بصراحه يعني. حتى باسم برضو من الناس المظلومه جدا في النادي الاهلي. ده باسم ده كمان برضو عامل زي حالتك كده, حظه حظ وحش جدا. كل ما يقف على رجله ويرجع ويتمرن ويلعب كويس ويظهر في ماتش كويس هوب اصابه. الماتش الاخير بتاع الاسماعيلي ملحقش يعني. كابتن حسام بدري واضح انه معتمد عليه يعني, واضح ان هو حاطه في دماغه انه باسم هيبقى من اللعيبه المميزه. هو كابتن حسام عارف امكانيات باسم يعني. باسم كان كمان في المنتخب واحنا في المقاولين ومن اللعيبه المهمه جدا يعني. ممكن وجهه نظري تكون بعيد عن ناس كتير, انا شايف ان باسم علي من احسن الناس في الحته دي في مصر لان هو بيعملها نموذج بصراحه ما شاء الله يعني. يعني دفاعيا وهجوميا من اللعيبه اللي قليل جدا تلاقيه في الحته دي. باك رايت يعني, كابتن فتحي موجود وكل حاجه ولعيب جامد. اللي نجا منكم لحد دلوقتي باسم. باسم اللي نجا. ربنا يكمله ان شاء الله على خير يا رب ويرجع كده بالسلامه ان شاء الله باذن الله. طيب عايز اتكلم على الموسم اللي فات من حس تألقك مع الجيش. ما حدش بص عليك في المنتخب خالص يعني. هو المشكله في مصر دلوقتي التركيز بيبقى على ناس معينه مش موضوع ان انت متألق او لا. حضرتك شايف حسام باولو هداف الدوري سنتين وراح لما الناس بدأت تضغط على الناس ان ازاي ده هداف الدوري وما يبقاش موجود. انت برضو كنت موجود في النادي الاهلي, ما انضمتش للمنتخب ليه؟ بسبب السفر. بسبب السفر برضو نفس. لا هم كلموني بصراحه في النادي الاهلي وفي المقاولين لما كنت ماشي كويس في المقاولين اكتر من مره. بس كان دايما النادي عندنا يرد عليهم ان هو مش معاه باسبور و عنده مشكله, مشكله التجنيد مش هيوافقوا ان هم يسافروا. طيب السنه دي يمكن فتره الاعداد اتعملت مع واحد من الكباتن الكبار جدا كابتن حسن شحاته. فجأة مرة واحدة كابتن حسن شحاتة ما بقاش موجود وكمل معاكم كابتن احمد عجوز. عايز اعرف هل اثرت عليك ولا لا, فرقت معاك ولا لا انه كابتن حسن شحاتة سابكم وجه كابتن احمد عجوز, خاصة ان انت اول ماتش لعبتوه قدام النادي المصري كسبته 2-1. والله انا اتعاملت مع كابتن حسن يعني تقريبا اسبوع او 10 ايام يعني اللي انا جيت فيهم. بصراحة كان نفسي يكمل اكيد يعني. الراجل من الناس المحترمة جدا بصراحة يعني, شخصية و كمان يعني تقريبا اللعيبه كلها حابه ان هي تشتغل مع الكابتن حسن. مش موصل لاي حد ان انت ممكن تبقى مظلوم وانا موجود. انت هتادي وهتشتغل هتبقى موجود. وده الكلام اللي حتى الكابتن العجوز ماشي بيه دلوقتي. قال يا جماعه انا بشتغل, انا اتعاملت مع الكابتن حسن فانا حابب ان انا اشتغل على الوضع ده. ممكن في ناس هتزعل زي ما بيقولوا كده حجز اماكن, انا يعني ما عنديش حجز اماكن. هو شغال على نفس الوضعيه بتاعت الكابتن حسن شحاته. هو اتكلم معانا اول ما بدانا يا جماعه لازم نشتغل زي ما الكابتن حسن, وكان كله كلامه بسرعه عن الكابتن حسن ان الراجل محترم. هو ما رضاش يكمل عشان تقريبا ظروف صحيه او حاجه. لكن احنا لازم برضو نكافئ الراجل في اول ماتش ده لانه يعتبر ده كان محسوب لي يعني, هو محسوب للكابتن حسن شحاته. ودي حاجه تتحسب للكابتن احمد العجوز الحقيقه اذا كان بيتكلم بهذا يعني بهذا الادب وهذا الانضباط على كابتن حسن شحاته, وقيمه كبيره الحقيقه. وهيبقى موجود معنا بكره كمان في الاستوديو التحليلي كابتن حسن شحاته. حاجه محترمه بالنسبه لي, حاجه تشرف اي حد بصراحه ان يبقى موجود معاه بصراحه. الماتش الاولاني كماتش صعب في افتتاحيه الدوري قدام النادي المصري. لا الماتش ده كمان بالنسبه لنا بيبقى مشدود جدا. مشدود عشان كابتن حسام حسن. كابتن حسام كان عايزني ابقى معاه في النادي المصري عشان الكونفدراليه وكده. وبالنسبه للناس يعني كابتن حسام ما بيحبش يخسر ايا كان بيلعب مين. ما بيحبش يخسر. فاحنا كسبانين فالدنيا كانت بدات تتشد قوي في الماتش. لحد ما هم جابوا جون الدنيا يعني بدات تهدى شويه لحد ما الماتش خلص. يعني كان بالنسبه لنا اول ماتش خلص دي خلاص خلصنا من حاجه ممكن ده ممكن بالنسبه لنا اصعب ماتش اهلي وزمالك. ياه ضغط ضغط غير طبيعي من فرقه المصري. وكمان الجهاز بتاع النادي المصري اسماء كبيره فكلهم واقفين على الخط. فبرضه بتبقى الدنيا مشدوده قوي.
واللعيبه بتاعتهم بصراحه الله يكون في عونهم يعني بيتشدوا هم كمان مشدودين طبعا مش عايزين يخسروا وهم عارفين ان الكابتن حسام موضوع الخساره بالنسبه له دي يعني مش وارده كمان يعني هو حابب ان شغله يبان كمان طيب انتوا الماتش الثاني باي انتوا كنتوا المفروض هتلعبوا الزمالك ما لعبتوش الزمالك الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله امتى؟ الاسماعيلي يوم الخميس ان شاء الله ماتش صعب طبعا فريق الاسماعيلي فرقه محترمه طبعا مجهزين نفسكم الاسماعيلي؟ احنا شغالين كويس واللعيبه بصراحه مركزه جدا من اول ما خلصنا ماتش المصري كابتن عيد والكابتن عماد يعني وبسام اتكلموا مع الناس ان طبيعي يا جماعه ان احنا كسبنا ماتش ده مش حاجه نهايه الدنيا يعني انا لازم نركز قوي ان تكون بدايه كويسه لينا خصوصا ان احنا السنه اللي فاتت بدانا وحش ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك ويوفقك انا مستني اشوفك في المكان اللي انت عايزه وخطوتك اللي انت بتنتظرها ان شاء الله باذن الله سواء مع منتخب مصر او مع الجيش اللي انت هتأديله السنه دي ان شاء الله باذن الله بكل همه وبكل اخلاص وبعديها ان شاء الله باذن الله نشوفك في النادي الاهلي نشوفك في نادي الزمالك نشوفك مطرح المكان اللي انت تكون عايز تبقى موجود فيه ان شاء الله ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا وهنتابع الماتش بتاع الاسماعيلي انا هبقى بص في الاستوديو التحليلي مركز معاك خليها ان شاء الله باذن الله خلينا اقول لحضراتكم ان شاء الله باذن الله هنبقى موجودين مع حضراتكم بكره الاربعاء في المقصوره ونجوم المقصوره الكباتن كابتن حسن شحاته وكابتن زكريا ناصر وكابتن سمير كمونه دي الماتشات بتاعتنا ان شاء الله اللي هتتلعب في الاسبوع الثالث من الدوري عندنا سموحه وطنطا الساعه 3 الشرقيه والمصري الساعه 6 والاهلي وادي دجله الساعه 9 دي ماتشات يوم الاربعاء اللي هتبقى هنكون موجودين مع حضراتكم فيها في المقصوره غدا اما بالنسبه لمباريات الخميس فبتروجيت واسوان الساعه 3 طلاع الجيش والاسماعيلي الساعه 5 النصر للتعدين والزمالك الساعه 8 يوم الجمعه مصر المقصه وان بي الساعه 4 الاتحاد السكندري والداخلية الساعة 6:30 يوم الجمعة أيضا الإنتاج الحربي والمقاولون العرب في تمام الساعة 9 ده بالنسبة لمباريات الجولة المقبلة بإذن الله كل تمنياتنا بمشاهدة ممتعة حلقتنا خاصة النهاردة من الحريف وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا كابتن رزق شرفتنا ونورتنا شكرا بنبارك الله وحاجة تشرفنا نبقى موجود مع حضرتك أكيد ربنا يخليك ربنا يبارك فيك يا رب إن شاء الله بإذن الله نلتقيكم غدا في حلقة جديدة تصبحوا على ألف خير السلام عليكم